لكن السلام عليكم شباب، تعالوا اليوم عطل جديد انفرتر يجي من هالموديلات هاي، يجي عراقي هندي، بعضهم يقول هندي وناس عراقي. تمام، هلا الانفرتر بنشاف ايه. تمام، بيعطيني هالكلمة هاي السوف. تمام، طبعا بعد ما اشتغلنا هون جهزنا. شوف الشباب، هلا هون كان عندي عواطل كتير، قطع اس ام دي ناعمة، وكان عندي كمان ترانسفرات كلهم ضاربة. بدنا نجهز ونفحص النبضة. تمام، هلا النبضة هون ما راح تبين معنا على الاوفر اللي جي. هلا شباب، بعد ما جهزنا هون، تمام، بدنا نقيس نبضة لكل موسفت. طبعا ما راح تبين على افو الديجيتال، حصرا على افو الالكتروني، عفوا التماثلي. شوفوا هلا نشغل. تمام، شايفين النبضة شلون طلعت. الثاني شغل، نطفي ونشغل اجباري، نفحص على الموسفيتات هدول كمان على نبضاتهم. شوفوا هلا شغل، شايفين شباب شلون النبضة عم تطلع. طبعا النبضة لازم تكون متساوية على كل بوابة من هدول، اي بوابة منه تختلف عن الاخرى لسه في عندنا مشاكل. هلا جاهز تقريبا الدخل 100%، بنركب ترانسفورات الدخل ونفحص نبضة الخرج. شباب، بعد ما جهزنا الدخل، تمام، هلا بدنا نشغل ونجرب الترانسفورات الخارج، عم يصل عليهم النبضات عشان ما يضربوا معنا. هلا الفحص هون بيصير بين الرجلتين، تمام، على الابو. شباب هون، تمام، نصور الابو. هلا راح يطلع الفولت ما يقارب 3 فولت تقريبا، شايفين. الموسفت الثاني كمان نفس القصة، تمام، والطرف هذا كمان اتأكد منه واحد واحد. يعني الفكرة انه نحن هدول موسفيتات موسفيت لازم تكون النبضة متساوية على الكل، اي خلل باي نبضة. طبعا الجهد هون عكس الانفرترات 1500 الصينية، هون الجهد بيجي ثابت على كل الموسفيتات، كله جهد واحد، والفحص بيصير بين الرجلتين. تمام، نفس الجهد تقريبا 3 فولت. هلا راح نركب الخارج ونطبق الجهاز ونشوف ايش يصير معنا. هلا شباب، بعد ما طبقنا الجهاز، الجهاز اشتغل الحمد لله. تمام، شوفوا خرج 219، عم يعطيني 60 هرتز. طبعا بالضبط نقدر نحن نتحكم 60 او 50، هو المطلوب 60 هرتز. تمام، من هون شحن. شوف شباب، هو الجهاز فيه ميزة الأونلاين، يعني بيدخل 200 فولت أو 210، خرج دائما 220 223. طبعا الحمل بيثبت. تمام، تميز حلو بالجهاز، ميزة الاونلاين هي. وصل الشحن، شوفوا شلون شباب اخذ تلقائي 50 هرتز، والجهاز جاهز ان شاء الله. اخوكم ابو وسام.